منذ سقوط حكم جماعة الإخوان في مصر عام 2013 سبق النظام الجديد الزمن من أجل خلق حياة أفضل للمواطنين بشهادة القاصي والداني. اليوم في مصر أزور بعض المواقع في مصر، أجد المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم يبكون وهم يعملون على الأرض من أجل استعادة مصر العظمى ومصر القوية. ولتغيير الواقع نحو الأفضل شرعت مصر في إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة وحساسة، وهي الإجراءات التي تجنبتها حكومات سابقة أدت لاختلالات اقتصادية كبيرة ووجود عجز كبير بالميزانية وسياسة نقدية وانخفاض بالغ في احتياط النقد الأجنبي وارتفاع التضخم وارتفاع الدين العام إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحملها. كان من أبرز تلك الإجراءات معالجة دعم الوقود الذي كان يستنزف مبالغ طائلة من الميزانية، وقد أدى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود إلى إفساح مجال أكبر في الميزانية للإنفاق الاجتماعي وزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية العامة. استعاد البرنامج الإصلاحي الاستقرار الاقتصادي الكلي وجنب مصر الوقوع في كارثة اقتصادية، وأدى إلى استعادة التوازن في سوق الصرف الأجنبي والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح عجز الميزانية الذي بلغ أعلى المعدلات على مستوى المنطقة وتخفيض الدين العام والحد من التضخم. بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية قامت مصر بتبني العديد من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تغيير حياة شعبها، جاء على رأسها مبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري بشكل كامل، ومبادرة سكن لكل المصريين لتنفيذ وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع لمساعدة كل الفئات على إيجاد وحدات سكنية وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بمساحة 170 ألف فدان بهدف تخفيف الضغط السكاني على القاهرة، حيث تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة، فضلاً عن توفير قرابة 2 مليون فرصة عمل. إلا أن كل تلك الجهود دائماً ما كانت تواجه بحملات تشكيكية من الأذرع الأعلامية لجماعة الإخوان. ما هذا الإصلاح الاقتصادي اللي يخلي الدولة عايشة على التنفس الاصطناعي؟ رغم الإشادات الدولية لما حققته مصر في هذا المجال. In our recommendation to Egypt is stay the course. They have been very successful reforms. Continue. لم تتوقف الإنجازات التي حققتها مصر عند الإشادات الدولية، بل امتدت لتكون منهجاً عملياً لدول الجوار من أجل الخروج من عثراتهم. هنا في العراق أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار اعتزامها إنشاء عاصمة إدارية جديدة في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وللتغلب على مشكلة الانفجار السكاني التي تعانيها بلاد رافدين، وذلك في خطوة قالت بغداد إنها تحاكي من خلالها مثيلاتها في دول الجوار. أما هنا في السودان فأصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية قراراً بتحرير أسعار الوقود، كما حرر السودان سعر صرف الدولار في محاولة لتخفيف أعباء الديون وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطوات التي سبقته إليها مصر منذ سنوات وأدت إلى طفرة اقتصادية قادت إلى صمود الاقتصاد أمام العديد من التحديات أبرزها تداعيات جائحة كورونا. وفي ليبيا أعلنت وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش تطلعها إلى دعم مصر نحو تنفيذ خارطة طريق لوضع ليبيا على المسار الصحيح، وهو ما يعكس جلياً مكانة مصر كنموذج يحتذى به. أتطلع إلى دعم الشعب المصري بأسره بشقيقته الشعب الليبي نحو تثبيت الاستقرار وتنفيذ خارطة الطريق التي تهدف بعون الله إلى وضع القطار على سكة بناء الدولة وتحقيق الاستقرار. وهكذا أصبحت مصر قدوة ونموذج يحتذى به، تسعى دول العالم المختلفة إلى الاستفادة من تجربتها وخبرتها التنموية. مصر أم الدنيا وهتبعد الدنيا.